العظيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه الجلسة وأبارك الجهد لإحياء اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات، لأنها تشكل محطة أساسية وحجرا أساس في بناء الدولة العراقية بالتنسيق والتعاون والتكامل وتبادل الأدوار. نستطيع أن نتحدث عن تماسك يؤدي وينتج المطلوب في بناء دولة يحترم فيها المواطن وتحترم الدولة ذاتها وتعطى فيها الحقوق وتصان الكرامات وتوفر الخدمات. اللجنة التنسيقية العليا ربما كما أشار الأخوة تعطلت، وأتمنى أن لا تتأخر بعد هذا الاجتماع وأن تحافظ على مواقيتها بشكل محدد، لأنها كما قلت نعتبرها جزء من مادة بناء الدولة. وأذكر في بداية حديثي أن بناء الدولة هي المسؤولية الكبرى في هذه المرحلة من دورة الحكومة الاتحادية ودورة المحافظات، لأن الدولة التي لا تبنى على أساس صحيح قائم على أسس دستورية واضحة لا يمكن أن تؤدي أغراضها، وقد تتقاذفها أمواج من الخلافات الداخلية وأعاصير تضرب هنا وهناك، وبالتالي نفقد الاستقرار، وبفقدان الاستقرار نفقد الأمن ونفقد الإعمار والخدمات ونفقد الدولة وربما حتى سيادة الدولة. وأشير إلى هذه الثوابت الوطنية الأساسية التي عبرت عنها ببناء الدولة، سيادة الدولة واستقرارها ومسؤوليتها في توفير الخدمات والمحافظة على تماسكها، لأن هذه مهام ربما لا تنظر من قبل الإنسان غير المسؤول والمتصدي، ولكن الذي يضع نفسه في موضع المسؤولية يرى ما لا يراه الآخر. فالمحور الأساس في عملية بناء الدولة هي تكامل أجهزتها، وبما أن المحافظات اليوم في هذا النظام الاتحادي الذي لم يعتمد النظام المركزي المعمول به سابقا وأعطى صلاحيات للمحافظات، ينبغي أن تستثمر هذه الصلاحيات استثمارا حقيقيا ومسؤولا في نفس الوقت، لأنه حينما أعطى هذه الصلاحيات بموجب قانون المحافظات أو التعديلات التي سمعت أنها مطالب لتعديل هذا القانون، لكن ما دام القانون السابق موجود هو الفاعل والذي على أساسه نتحاسب. لما أعطي صلاحيات المحافظات وقد نحتاج إلى صلاحيات أكثر، في نفس الوقت هي تتحمل مسؤوليات، ولا نريد أن نحمل المحافظات مسؤوليات دون أن تتوفر لهم المستلزمات. من يحمل مسؤولية يجب أن يكون بيده الإمكانات التي تؤهله لأداء دوره وتحمل مسؤوليته. هذا العمل ومن خلال التجربة ليس فقط في العراق وإنما في العالم لا ينجز إلا بالإيمان، الإيمان المطلق بالدولة وبالمواطن، الإيمان المطلق بالدستور الذي نحتكم إليه حينما نريد أن نتحرك أو نختلف. فالإخلاص في العمل والإخلاص بالالتزام الركن الأساسي في عملية بناء الدولة وتكاملها، وبدون الإخلاص لا سامح الله ستكون الثغرة الأكبر في عمل أي مسؤول بالدولة. ولا أقصد بالإخلاص في مقابل الخيانة، لا يوجد عندنا إن شاء الله من يخون مسؤوليته، إنما الإخلاص في أن يعطي الجهد والوقت والتفكير والعقل والإمكانية أن يبقى ساهرا حريصا متابعا، هذا المقصود به. وأنا لا أتحدث عن الخيانة والخونة، لم يكن أو لم يعد لهم إن شاء الله في صفوفنا مجال حتى يخونوا الأمانات التي نتحملها، إنما الإخلاص في منح المسؤولية حقها بأقصى درجات الحق الذي تستحقه.
من الأمور التي نعتبرها أساسية في بناء الدولة هو ظاهرة العمل الفرقي، وليس العمل الذي يقوم على الجهود المبعثرة. ربما يبذل بعض الوزراء جهدا أو بعض المحافظين جهدا كبيرا، ولكنه إذا لم يتكامل ضمن إطار الفريق الآخر، سواء كان هيئة التنسيق بين المحافظات أو مع الحكومة الاتحادية، سوف يفقد قدرته على الإنجاز. ربما يتحرك، ولكن الإنتاج الأمثل والإنتاجية الأفضل تتحقق حينما يتحول العمل على مستوى الوطن إلى فريق، وعلى مستوى المحافظة إلى فريق. لو اختلف المجلس مع المحافظ انشلت عملية البناء والإعمار، ومع الأسف نجد بعض هذه الظواهر موجودة. لو تجاوز البعض على صلاحيات الآخر، وأنا أؤكد هنا وفي كل ملتقى للمحافظات أؤكد، كما أؤكد بالنسبة إلى الحكومة، ونؤكد على المهام والمسؤوليات الدستورية التي لا تسمح للتنفيذية بالتجاوز على التشريعية، ولا للتشريعية بالتجاوز على التنفيذية، لأنها صلاحيات حددت، وكذلك بالنسبة للمحافظات. إذا لم تكن حدود الصلاحيات والمهام والتكاليف واضحة ومحددة ومحترمة، ستحصل عندنا كما في بعض المحافظات مشاكل أتمنى أن يعاد النظر، لأننا في المحافظة أصبحنا أمام فريق. هذا الفريق يتشكل من المجلس، المجلس يختار المحافظ، المحافظ ملتزم أمام المجلس، والمجلس ملتزم أمام المحافظ، والكل ملتزم أمام الدولة، والدولة كلها ملتزم أمام المواطن. روحية الفريق هي التي تطورت بها الدول وأنتجت، وليس بالثروات فقط. كم من دولة لها ثروات لم تتقدم؟ هذا العراق نأخذه المثل الشاخص. العراق لم يعد اليوم فيه هذا النفط والثروة الموجودة، إنما هي قديمة. لكن لماذا لم يتطور؟ لماذا لحد الآن مدارس طينية عندنا؟ لماذا لحد الآن المواطن يعاني من بطاقة تموينية؟ لحد الآن الرواتب والبطالة، ولحد الآن السكن، ولحد الآن لماذا؟ لم تكن الثروة معدومة آنذاك، إنما موجودة، ولكن سياسة المغامرة وسياسة الرجل الواحد وسياسة الآمر والمؤتمر هي التي جرت البلاد إلى ما أوصلته إلى ما عليه. حروب ومغامرات، هدر للأموال وهدر للأرواح والأعراض والممتلكات، وأخيرا امتهان لسيادة البلد. فالبلدان التي تطورت لم تكن فقط لأنها تملك الثروات، بل هناك بلدان تطورت وليس لها ثروات، إنما تعاملت بلغة الفريق وتعاملت علميا، استطاعت أن تتطور وأن تحقق. فالتطور لا يعود إلى الغنى فقط، لأن من لا يعرف أن يستخدم أمواله لا يستطيع أن يبني، كالطفل الذي يمتلك إرثا ماليا ضخما من أبيه ولكنه لا يعرف أن يتصرف به. أما الدول الأخرى التي أقل ثروة وأقل إمكانات لكنها تصرفت علميا، استطاعت أن تتطور. ربما الهند ومصر من قبل 2000 سنة هي دول موجودة، ولكن ربما بعض الدول فاقتها كثيرا، مثل اليابان التي لا تمتلك إلا شيئا يسيرا من أراضي صالحة للزراعة، وهي أراضي في معظمها جبلية، 80% من عدها جبلية، لكن استطاعت أن تتطور وتسبق دول كانت قبل التاريخ هي موجودة. وهكذا الكثير من دول مثل كندا وأستراليا، هي دول ناشئة، مثل هولندا دول ناشئة، لكنها تعاملت بلغة الفريق وتعاملت على أساس القانون وعلى أساس الصلاحيات والالتزام، فاستطاعت أن تحقق ما لم تتمكن الدول الغنية الثرية تحقيقه حينما تعاملت ليست على أساس الدستور أو على أساس فريق العمل. وأنا أؤكد هنا على فريق العمل، لأن المحافظة إذا لم تتصرف كفريق متكامل محكوم لأواصر لتعليمات دستورية، سيكون هناك جهد، حقيقة جهد، لكنه جهد يلغي جهدا، وليس جهد يكمل جهدا آخر، وإنما جهد يلغي جهد أو تتوقف الكثير منه. لكن هذه الدول التي لا تملك هذه الثروات استطاعت بروحية التعاون والتعامل الجماعي والفريق أن تتحول إلى مصنع واحد كامل. اليابان وكوريا الآن مصنع كامل، ليست أرض وليست جبال،
وإنما حتى المواد الخام يأتون بها من دول أخرى ويصنعونها ويمتلكون العالم. ولعل اقتصاديات العالم الآن التي تتطور ليس عند الدول الثرية، لكنها تفتقد إلى روحية العمل وروحية الإنتاج وروحية الاستثمار والفريق الذي يتحرك. نأخذ مثل سويسرا. سويسرا بلد صغير، لكنها استطاعت أن تكون متقدمة في العالم في صناعة الكاكاو، تستورد من مناطق أخرى وتصنع، وأصبحت هي المصدر الرئيسي لهذه المادة التي يمكن لا تمتلك في مقابلها مجالا لتربية المواشي، لكنها سويسرا أصبح لديها اقتصاد. وكذلك بقية الدول الأخرى التي يمكن أن إذا استعرضناها سنجد أنها تقدمت ليس بثرواتها وإنما بتنظيم أعمالها. وبالعملية الاقتصادية يحددون عوامل أساسية في العملية الاقتصادية: رأس المال والعامل والمنظم. رأس المال والعامل والمنظم يضعون للمنظم أكثر من ثلث العملية الإنتاجية. إذا كان هناك خلل في رأس المال قلة أو في الأيدي العاملة قلة، المنظم الذي يمتلك عقلا تنظيميا في التصنيع والتصدير والاستيراد والعرض والإعلام والنشر يستطيع أن يعوض عن النقص الحاصل في الركنين الآخرين. أنا قرأت عن هذا، يقولون للمنظم الحصة الأكبر في العملية الإنتاجية، يعني العقل الذي يدير، العقل الذي يخطط، العقل الذي يبني، العقل الذي يفكر يستطيع أن يعوض حتى حينما يكون هناك نقص في رأس المال. وكم من عملية إنتاجية اقتصادية فيها رأس مال كبير وفيها عدد هائل من الأيدي العاملة لكنها لم تنتج شيء. وأضرب مثلا ليس غريبا وإنما هي قضية تحتاج إلى إصلاح منا. لدينا وزارات عشرات الآلاف من الموظفين العاملين في الوزارات لا تنتج شيئا، إنما تستهلك فقط وتستهلك جهد الدولة بالمشاكل. في المقابل في نفس الحقل الذي تعمل به الوزارة توجد لجنة صغيرة استطاعت أن تنتج أكثر من إنتاج الوزارة أضعاف لأنها منسجمة. وأضرب لذلك مثلا وزارة الزراعة، أكثر من 20,000 موظف لكنها لم تتمكن تحقيق شيء، ولكن المبادرة الزراعية وهي محدودة العدد استطاعت أن تطور الكثير في مجال زيادة محصول الحنطة والشعير، في زيادة محصول الخضروات وغيرها، حتى وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء في هذا المجال، وإن شاء الله سنصل إلى مرحلة الاكتفاء في مسألة الحبوب. إذن القضية أخواني في المحافظات، لا تعتقدوا قطعا بأن مقدار ما تعطون من الأموال فقط هو الذي يبني. صحيح المال مهم، بدون المال ربما تتعثر، لكن لا تنسوا العاملين الآخرين، عامل توظيف الأيدي الموجودة وعامل التنظيم الذي يعتمد أساس العمل الفرقي، العمل المشترك، العمل الجماعي المنظم وليس الفوضوي الذي يمكن أن نتحدث عنه. اليوم ونحن نجتمع في هذا اللقاء، لقاء المحافظات، بلدنا والعالم ربما يتعرض إلى موجة من الحركات والتغييرات، رياح موجودة في مختلف دول العالم تحتاج إلى عملية تأمل، كل في موقعه، كل في محافظته. ربما نتعرض كما يحدث يوميا إلى مظاهرات محاكاة للمظاهرات التي تخرج في دول أخرى. بعض المظاهرات مطالب حق، يطالبون بتخفيف معاناة وحرمان وسكن، وبعضها ربما قد تكون موجهة، لكن في كل الحالين سواء كانت حقيقية أو موجهة نحتاج إلى حضور، نحتاج إلى تعامل حضاري مع هذه المطالب، وأن لا تتحول إلى عملية تصدي بالشكل الذي يلجم المواطن عن المطالبة بحقوقه. ربما بعض المطالب ما نستطيع. البلد اليوم ربما فيه إلى الآن هذه السنة الأخيرة، وأنا أقول السنة الأخيرة وفق القياسات والمعايير الحقيقية، السنة الأخيرة التي تبقى فيها موازنة الدولة بحدود 76 مليار. أما السنة القادمة فستتغير لزيادة عائدات النفط والغاز إن شاء الله. لم تعد في السنة القادمة أحد المحافظين يطلب تخصيص 50 و60 مليون أو مليار لإدامة مشاريع الخدمات والإعمار والمياه والمجاري. هذه السنة بالنسبة لنا فقط هي حرجة، وينبغي أن نعمل بكل ما نستطيع من أجل تمضيتها
بتحقيق أكبر قدر ممكن، ربما ضمن إطار اللامركزية المعمول بها وضمن إطار التجربة. نحن سنطرح عليكم اليوم فيما يتعلق بموضوع البطاقة التموينية التي أصبحت هي عبئا يتحمل آثاره المواطن، وبالذات المواطن الفقير، والذي ينبغي أن توجه البطاقة التموينية كما قلنا مرارا نحو الفقراء. اليوم مجلس الوزراء أقر بمنح كل فرد عراقي 15,000 دينار توزع لهم نقدا غير البطاقة التموينية لمساعدتهم على تحمل النقص الحاصل في هذا الجانب. لكن بالتجربة والأموال التي صرفت لم نتمكن من السيطرة على عملية توزيع البطاقة التموينية. نريد أن نحمل المحافظات هذه المسؤولية، وسيطرح عليكم تصور مجلس الوزراء بأن المحافظات يجب، وأنا قلت لبعض الأخوة السادة المحافظين تعالوا إلى هنا ومعكم تصوركم عن إمكانية أن تأخذوا حصة المحافظة وأنتم تتولون عملية الاستيراد والتوزيع، معتبرين بأن المحافظة ومن خلال وحداتها الإدارية ستكون أقدر على ضبط البطاقة التموينية وضبط الفقراء وضبط التلاعب الموجود، وبالتالي محافظة مسؤولة عن مواطنيها يجب أن تتحمل مسؤوليتها. إذا لم يكن هناك قدرة لدى بعض المحافظات عليهم أن يفكروا بأن يتفقوا مع محافظة أخرى لتحمل هذه المسؤولية، وهذا جزء من عملية حل مشكلة في تقديرنا لا ينبغي أن تبقى مركزية البطاقة التموينية إلى ما لا نهاية، وإنما تحول إلى المحافظات وبشكل تدريجي تنظم وتدقق وتحول الإمكانات بشكل متصاعد إلى الطبقات التي ليس لها دخل أو لديها دخل محدود. في هذا اللقاء إن شاء الله حينما ندخل في المناقشات ستعرض قضايا نتمنى على السادة المحافظين أن تكون إجاباتهم عليها واضحة، ليس فقط في مجال البطاقة التموينية وإنما حتى في مجال التعاقدات وحتى في مجال الكهرباء وحتى في مجال استخدام الدولار الذي خصص لبعض المحافظات من الأموال، من بترودولار كما يسمونه، كيفية استثمارها وتوجيهها ومناقشة كل هذه المسائل على أساس أن بعض المشاريع التي ينبغي أن تشكل هي مشتركة بين المحافظات. بعض المشاريع ذات الطابع المركزي الاتحادي قطعا الحكومة الاتحادية وتنمية الأقاليم مسؤولة عنها، ولكن حتى بعض مشاريع المحافظات يبدو أنها تحتاج إلى شراكة مع الآخر، وبالذات مشاريع عملية الاستفادة والاستثمار الأمثل لقضية المياه. وتعلمون بأننا اليوم نمر والعالم تقريبا يمر بأزمة مياه، وهذه أزمة المياه انعكست على أزمة إنتاج الغذاء. اليوم بدل ما 82 أو 72 دولة تصدر المواد الغذائية أصبح عندنا 17 دولة في العالم فقط تصدر مواد غذائية، يعني بأن العالم مقبل على أزمة غذائية في الإنتاج، والعراق بلد زراعي. نريد أن نتجه، وهذا توجه مجلس الوزراء، نحو تفعيل وتنظيم إمكاناتنا المائية على سطح الأرض والتي في الجوف باتجاه تفعيل دور الزراعة لتوفير الأمن الغذائي الذي نعتقد بأنه سيضرب العالم في السنوات المقبلة، وهذه تحتاج إلى عملية تكاملية وإلى جهود استثنائية ستقوم بها وزارة الزراعة والمبادرة الزراعية ومجلس الوزراء، وسنتعاقد مع شركات كبرى في العالم من أجل استعارة الأنظمة الجديدة والتطورات التي حصلت في هذا المجال. وأخيرا كل هذا الذي نتحدث عنه، بناء الدولة، الاقتصاد، التطوير، الخدمات، البطاقة، الكهرباء، المواطن، كلها تتوقف على مواصلة الجهد الأمني، والجهد الأمني صحيح بجهد مركزي للدفاع والداخلية، ولكن أيضا فيه جهد محلي في المحافظات، ومما يقدم تسهيلات وخدمة كبيرة للأجهزة الأمنية حينما تستطيع المحافظة أن تتواصل مع الجمهور، مع الناس الذين يشكلون الضمانة والمورد للمعلومات التي تؤشر على مواطن الخلل الأمني وعلى الذين يريدون التهريب في هذا المجال. لأننا حينما نتحدث عن الإعمار والبناء نحتاج إلى بيئة آمنة، الإعمار والبناء يحتاج إلى بيئة استثمارية آمنة من حيث القوانين الحامية، والحمد لله صارت عندنا قوانين، وإذا ما برز هناك قانون أو تشريع
في مجال الإعمار والاستثمار سيعاد النظر به بسرعة إلى مجلس النواب لتعديله لكي تقبل الشركات وهي مضمونة وهي محمية بتشريعات حامية للبيئة الاستثمارية. ولكن الحماية الثانية الأهم هي الحماية الأمنية. حتى الشركات الأمنية تحتاج إلى من يحميها أمنيا، وقد حصل في إحدى المحافظات أن انسحبت إحدى الشركات الأمنية من العمل في مجال الاستثمار النفطي وعادت مؤخرا بسبب تقديرهم لطبيعة ظروفهم الأمنية التي كانوا يعملون بها. إذا أردنا أن نخلق بيئة استثمارية ونهضة إعمارية في البلد نحتاج إلى بيئة أمنية وتشريعية مستقرة، حتى فعلا ما أقبلت به الشركات والحمد لله على العراق، والذي كما كان في تقرير الأمس أن العراق اليوم أصبح أفضل بيئة استثمارية موجودة في المنطقة من حيث الكثرة والنوعية والإمكانية. وهذا دليل على نجاح الحكومة في تثبيت الأمن، في إيجاد بيئة أمنية مناسبة، في إيجاد بيئة تشريعية مناسبة تحتاج إلى جهود استثنائية. وهنا يأتي دور المحافظات، وأنا دائما أؤكد على أخواننا المحافظين في دعوة مؤتمرات إعمار واستثمار، في دعوة الشركات استثمار الصلاحيات المخولة للسيد المحافظ بأن يتعاقد مع الشركات، وبالذات التوجه نحو القطاع الخاص، نحو تفعيل القطاع الخاص في بالذات في مجال السكن لحل أزمة السكن التي يعاني منها البلد. ناهيكم عن قضية الاستثمار في مجال الكهرباء وغيره من المجالات الأخرى. أتمنى أن تناقش هذه جميعا، وأن تكون مادة النقاش هذه تبدأ اليوم وتستكمل في الجلسات اللاحقة، من أجل أن ننطلق في عملية البناء والإعمار بما يحقق للمواطن الخدمة وللبلد الاستقرار والسيادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.